شوبينج صار أحيان على ام تي في ضمن برنامجنا شوبينج باي بسلر. عم نطلع عليكم يوميا لنعرفكم على أصناف متنوعة ومميزة، وهيك فيكم تصيروا تعملوا شوبينج بطريقة كتير سهلة وواضحة وبأسعار كتير مقبولة. أنتم مرتاحين، ما لكم إلا تختاروا وتتصلوا فينا على بسلر على 01-44-55-55 وبيوصل الغرض لعندكم من دون أي كلفة توصيل إضافية. قديم نتمنى يكون عنا معدة وبطن فلات، بس هيدا من دون شغل كتير عذاب ونوادي رياضية وريجيم كمان. بس مع فايبرو بيلت الجديد انحلت هالمشكلة. فايبرو بيلت كتير قوي وسريع، بيبرو موتوره بسرعة تيعطينا النتيجة يلي بدنا إياها، والنتيجة هي تكسير كل الدهون من المنطقة يلي منحطه عليها، شد العضل وإزالة الترهلات، تيصير عنا الجسم يلي عطول منحب إنه يكون عنا إياه. فايبرو بيلت فينا نستعمله نحن وعم نحضر تي في، أو نحن وعم نقرأ بالتخت، أو حتى نحن وعم نسمع موسيقى أو بحياة لمحل بالبيت أو بالمكتب. كما فينا نستعمله على منطقة الأرداف كمان لمدة 10 دقايق كل يوم. فايبرو بيلت فيكن تحصلوا عليه ب 88 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان، عبر الاتصال ببستلر على 01-44-55-55 وبيوصل لعندكن وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. إيكوماتيك هالمكنسية اللي حجمها صغير تنقدر نتنقل فيها بريحة ومفعولة كبير بقوة 2200 واط، يعني بتسحب وبتشفط كل شيء. مزودة بأبا فلتر للناس اللي معهم ربو أو ضيق بالنفس، وخاصة إذا كان عنا أولاد صغار. وفيها كمان كربون فلتر يلي بيحمي الموتور من الغبرة وتسرب الهواء من الزوايا ومفاصل المكنة. الأكسسوار بيجي إيرو ستاندرد، وفرشيتها فينا نستعملها للبلاط والباركي بس نطلع الفرشية لبرا، وللسجاد بس نفوت الفرشية لجوا. فيها تلسكوبيك تيوب بيتطول وبيتأثر مثل ما بدنا وحسب ريحتنا، ومزودة بأكسسوار للبرادة والفوتيات ولزوايا الألومنيوم، وبيجي معها كيس قماش. قوة هالمكنة قادرة تسحب هالطابة البولينج الثقيلة، وقادرة تسحبها بأخف قوة بالمكنة، وقد ما نهز فيها ما بتوقع الطابة إلا ما نطفيها نهائياً. إيكوماتيك متوفرة بلونين الأزرق والبردو، ومكفولة لمدة سنتين، وبتحصلوا عليها ب 100 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. تصلوا على بسلر على 01-44-55-55. قدي منتعذب تنلاقي المخدة يلي بتريحنا، وأوقات بالسفر منضطر ناخد مخدتنا معنا يلي معودين عليها. مع إيربيلو ما بقى نعطل هالهم لأنه بتناسب كل الناس. فيها 65 مليون مايكروبيتز، بس نحط رأسنا عليها هي بتتأقلم على الوضعية يلي أخدناها ويلي بتناسبنا، وبتحافظ على وضعية جالسة للعمود الفقري من الرقبة لأسفل الظهر. يعني ليلي عندهم وجع ظهر كتير رح يستفيدوا ويرتاحوا بس يستعملوا إيربيلو. مغلفة بقماش بيتنفس لنومة منعشة وصحية أكتر، وهالمخدة لأنها مش قاسية بتمنع تجاعيد الوجه إنه يتطوروا ويزيدوا، كما أنه بتساعدنا على عدم الشخير لأنه وضعيتنا بتكون سليمة كل الليل. فيكن تحصلوا على إيربيلو ب 26 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. تصلوا على بسلر على 01-44-55-55. إجمالا مشكلة الوزن إلى حل، بس شي مرة فكرتوا بمشكلة الطول؟ مع سمارت تول رح أزيدوا طولكم بشكل كتير سهل ومريح. هالقطعة المصنوعة من مادة الرابر فيكن تحطوها بالشوز من جوا، وهي كفيلة بأنه تضد لكم طولكم لحدود 5 سنتيمتر. سمارت تول ما بتسبب وجع، ما إلا أي عوارض جانبية بفضل المواد المريحة المصنوعة منها. قطعة الرابر بتاخد شكل الإجر جوات الشوز، وهيك فيكن تتحركوا بريحة من دون ما تزحطوا أو تتضايقوا بالمشي. مع سمارت تول صار فيكن تستغنوا عن أحذية الكعب العالية اللي بتتعب وبتوجع الظهر، وهيك فيكن تلبسوا حيالة شوز مريح وتحصلوا على الطول يلي بدكن إياه من سنتيمتر واحد لحدود 5 سنتيمتر. ما عليكن إلا أنه تحطوا قطعة من سمارت تول جوات الشوز، وهي كفيلة بأنه تضلكن طولكن وما تسبب لكم انزعاج. سمارت تول مصنوعة من مواد مريحة مثل ما قلتلكن، ما بتعرق الإجر، يعني ما بتسبب انزعاج، وجع أو حساسية، وبتضاين لفترة طويلة. ب 20 دولار بس فيكن تحصلوا على سمارت تول، والعلبة بتتضمن 10 قطع وكل قطعة سنتيمتر واحد. تصلوا بسلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكن وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري.
مين منا ما بيعاني من أوجاع الظهر والرقبة إن كان بعادتنا الغلط بالمكتب أو إذا بحكم شغلنا عن السواقة لوقت طويل أو بأي عمل متعب منعمله بحياتنا اليومية. رويال باشر مشد بينلبس على الظهر لتجليس العمود الفقري وانحناء الظهر، مش متل غيره من المشدات مصمم بطريقة كتير مريحة لحتى ما يزعج بالتنفس، وحتى فيكن تلبسوه تحت التياب لأنه منه سميك وما بيبين. ولكل شخص عنده ديسك أو تكلس ما إله غنى عن رويال باشر، بسعر 28 دولار بس واصل لعندكن وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة توصيل إضافية. رويال باشر كفيل للتخلص من أوجاع الظهر والرقبة. ما لكم إلا تتصلوا ببستلر على 01-44-55-55. لكن الناس اللي بيعانوا من مرض التكلس والنشاف بالعمود الفقري الظهر أو الرقبة، الحل الطبيعي الوحيد هو ريفلكس كريم. هالمستحضر مكون من زيت السنوبر، السوبر ومادة الألونتوين. ريفلكس كريم كفيل بإعادة ترميم الخلايا الغضروفية، تنشيطها وتجديدها. مادة الإلاستين والكولاجين بيخلوا الغضروف سميك وخلايا متماسكة ليقدر يعطينا على طول انزلاق ورياحة بالمفصل، وما نعود نحس بأوجاع عند الحركة. ولكن يلي بيمارسوا رياضة وبيتعرضوا لوقعات وكدمات قوية فيهم يستعملوا ريفلكس كريم ليتجنبوا المشاكل الغضروفية والتكلس. ريفلكس كريم فيكن تحصلوا عليه ب 45 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة توصيل إضافية. ما لكم إلا تتصلوا ببستلر على 01-44-55-55. شو أورجانايزر هالشبه الخزاني يلي بتنظم وبترتب الشوز؟ شو أورجانايزر مصنوعة من الكرتون السميك والمقوى، يعني ما بتنخزق وبنفس الوقت منا تقيلة بالحمل. شو أورجانايزر بتساعد 12 جوز أحذية مقسمة مثل ما شايفين لكزيات مرتبة، وإلى غطا شفاف فينا نشوف من خلاله، وهيك بتسهل علينا أنه نختار الشوز يلي بدنا. يسا مناسب كتير 55x60 سنتيمتر وارتفاعها 11 سنتيمتر، يعني فينا نحطها تحت التخت أو بأرض الخزانة، وفينا حتى نوقفها ونتركها ظاهرة برات الخزانة لأنه حجمها براكتيكل ومرتب. ولأنه حجمها مثل ما قلت براكتيكل، فيكن تحطوا 2 أو 3 شو أورجانايزر حد بعضهم ب$26 بتحصلوا عليها، والعرض هلأ كل ما تشتروا 2 شو أورجانايزر بتحصلوا على الثالثة مجانا. تصلوا على بستلر على 01-44-55-55. هول كانوا الايتيمز، ان شاء الله يكونوا عجبوكن. ما تنسوا فيكن تتصلوا على بستلر على 01-44-55-55 حتى بعد الحلقة. تابعونا دايما على MTV.